السلام عليكم البنات، جيت اليوم ندير معكم واحد لا جينواز ديال الحلوى، كتجي زوينه. كنحتاجو 4 البيضات، كنحتاجو واحد الكيس ديال الكاكاو، هذا اختياري. كنحتاجو واحد الكاس ديال سنيده، كنحتاجو الكاس ونص ديال الدقيق ديال الحلوى، كنحتاجو 2 معالق ديال المايزينا، وكنحتاجو خميره الحلوى من ديال 7 غرام، وكنحتاجو الساشي ديال الفاني، وكنحتاجو شويه ديال الملح. دابا غادي نبداو نخلطو. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نبداو نطربو في البيض مزيان. كنضيفو سكر سنيده، كاس ديال السنيده، نخلطو مزيان. من بعد كنجيبو دوك النواشف كاملين كنخلطوهم مع بعضياتهم، كلهم مايزينا وكل شيء كنخلطوه مع بعضياته، وكنخلطوهم كاملين مزيان. من بعد كنجيبو داك الخليط ديالنا وكنبقاو نضيفوه بشويه بشويه، غير بالطراب اليدوي، شويه بشويه حتى كنكملو الكميه اللي عندنا. من الاحسن البنات تكملوه بالطراب الكهربائي، لانه غادي هادشي خاصو يتخلط مزيان مزيان باش تنجح لكم الوصفه. من بعد البنات كنحصلوا على هذا القوام، خاصو يكون بحال ما هكا. المهم كناخذوا شي مول بحال ما هكا، كنوضعوا عليه ورق الزبده بحال ما هكا. المهم نتوما يمكن لكم تقلبوها هكا وتقطعوا عليها هذا الورق وديروه كيف درت انا بحال ما هكا. البنات اللي بغى يدهن يدهن، اللي ما بغاش ماشي مشكل. صافي دابا كنشدو الكيك ديالنا وكنبقاو نخوو فيه بهذه الطريقه. صافي حاولوا انكم هكا تخبطوها شويه باش يتقاد هذا لاجينوز ويجي مزيان في الشكل ديالو، ودخلوها للفران. الفران غادي تشوفوا حتى طيب. مهم تحاولوا ان ما تحرقش ليكم، غير تشموا الريحه، تمشوا تقلبوا الفران. صافي تشوفوا الجينواز ديالكم واش طاب، صافي وتخرجوها. المهم اللي تدخلوها الفران، حاولوا انكم ديروا الفران على تشعلوه من الفوق ومن التحت على 180 درجه اللي عندهم فرن كهربائي، واللي عندهم ديال الغاز راهما غادي يعرفوا كيفاش يريقلوه على حساب يشوفوا عينيهم ميزانهم. ومهم هي راه ما كتاخذش الوقت بزاف، راه ما بين 12 حتى 15 دقيقه وصافي. ما خاصكمش تخليوها طيب بزاف باش ما تحرقش من التحت وباش ما خاصهاش تنشف. ها هي البنات لاجينواز ديالنا، من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي رائعه، كتجي زوينه، غير جربوها ما غاديش تندموا. دابا غادي نحاول انني نقلبها. ها هي البنات من بعد ما قلبتها نتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه. وهذا كيساعدكم ملي كدهنوا هذاك الكعب، كيساعدكم بانكم تحيدوها. شوفوا كيفاش جات رائعه كتجي.